بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنها أيام مباركة تستقبلها الأمة الإسلامية، وهي هذه العشر التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها لأجل ما لها من مكانة، وهي الأيام المفضل فيها العمل، وهو أحب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى. فالصوم والعمل الصالح في هذه الأيام تضاعف أجوره بفضل الله تعالى، وهذه فرصة مناسبة لأرفع للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان المعظم حفظه الله تعالى الهناء العطر بهذه الأيام المباركة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يسبغ عليه ثوب العافية، وأن يمد في عمره، وأن يبارك في أوقاته، وأن يوفقه لكل ما فيه مصلحة العباد والبلاد. هذا وبجانب ذلك، فإنني أتوجه إلى هذا الشعب المسلم وإلى جميع الشعوب الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالتهاني الطيبة، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة بكل ما فيها من بر وإحسان وبركة على الأمة جميعا، وأن ينعم عليها بالألفة والمودة والشفقة والحنان، وأن ينتزع ما في قلوب أهلها من سخائم وأحقاد حتى تأتلف هذه القلوب وتكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فما أقدر هذه الأمة أن تجسد هذه المعاني القيمة، وفي كل وقت هي مطالبة بذلك، ولكن في مواسم الخير تتأكد هذه المطالبة، فإنها يجب عليها أن تحاسب نفسها في هذه المواسم بحيث تجعلها محطات لمحاسبة النفس، حتى تنظر فيما بينها وبين الله، وتنظر فيما بينها وبين نفسها، لتتوحد بذلك كلمتها، وتأتلف بذلك قلوبها، ويجتمع بذلك شملها. وإنني لأهنئ الجميع بهذه المناسبة الطيبة، راجيا من الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة علينا جميعا وعلى الأمة الإسلامية جميعا، والأمة كلها ترفل في ثياب الخير والبركة، وهي مع ذلك تنعم بالألفة وبالمودة وبالانسجام فيما بينها وبالتعاون على البر والتقوى. والله تعالى ولي التوفيق، وكل عام والجميع بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.